ذات يوم كان يعيش طبيباً يسمى جيليفر، ولم يكن العمل في ذلك الوقت متوفراً بكثرة في المدينة، لذا ذهب جيليفر للعمل على ظهر إحدى السفن، وبتلك الطريقة بدأ حياته في قلب البحار. كانت أيامه الأولى جيدة للغاية، وكان قد بدأ يعتاد على حياته الجديدة على ظهر السفينة. ولكن وفي إحدى الأيام هبت عاصفة شديدة، وبعد صراع مع الأمواج العاتية لساعات طويلة انقلبت السفينة في النهاية. استطاع جيليفر وبعض أفراد الطاقم التمسك ببعض القوارب الطافية قبل أن تغرق، وبعد وهلة من غرق السفينة اختفت تحت الماء. لم يستطع أفراد الطاقم المكوث طويلاً فوق القوارب الطافية، وبعد فترة وجيزة ضربتهم موجة قوية وانقلب القارب تماماً كالسفينة. افترق الجميع في أرجاء المكان، وظل جيليفر يصارع للبقاء فوق سطح الماء لساعات، لقد كان يحاول البقاء حياً. في النهاية ساعده الموج في الوصول إلى الشاطئ، وكان متعباً بشدة حينئذ. لم يكن لديه فكرة عن مكان تواجده الآن، بالإضافة إلى أنه لم يكن في وضع يسمح له بالتفكير، لذا فقد الوعي هناك على الشاطئ. عندما استيقظ لاحظ جيليفر أنه مربوط من رأسه حتى قدميه، وكان محاطا من جميع النواحي بأشخاص ضئيلة جدا يقارب حجمها حجم راحة يده. فأخذ ينظر بدهشة لأولئك الأشخاص الصغيرة، وبنفس رد الفعل كانوا هم ينظرون له. وفي تلك اللحظة شعر جيليفر بوخزة في جسده كله، وعندما ألقى بنظره ليرى ماذا يحدث لاحظ أن جسده بالكامل مغطى بالسهام الصغيرة، لقد كانت تلك الأشخاص الصغيرة الخائفة ترميه بالسهام. أرجوكم توقفوا، لا تفعلوا ذلك، أنا لن أؤذيكم، لا تقلقوا. ظل جيليفر مقيداً من يديه وقدميه لمدة أيام، وقد قاموا بإعطائه الطعام والماء. بعد مرور بضعة أيام قاموا بربطه بعربة يسحبها مئات الأحصنة الصغيرة ذاهبين به إلى مدينتهم، وكانت تلك المدينة تسمى ليلي بوت. وقاموا بحجز أكبر مباني المدينة له، وبرغم ذلك فقد اضطر للانحناء حتى يستطيع الدخول له. وما إن رأوا أن جيليفر لم يكن ينتوي إيذاءهم قرروا تقديمه إلى ملكهم. واقترب جيليفر من ملك مدينة ليلي بوت، وقد سمح له الملك بالبقاء، ولكن ليفعل ذلك عليه أن يعمل وأن يساعد في المدينة قدر استطاعته. فوقع جيليفر ورقة تقضي بما يجب وبما لا يجب عليه فعله، كمثال إذا أراد أن يلتقط أحدهم بيديه يجب أن يحصل على موافقة بذلك، وبتلك الشروط استطاع جيليفر أن يعيش في ليلي بوت. وكان يساعد في إعادة بناء المباني وحمل المياه إلى المواطنين. وبعد مرور أيام فطن إلى مشكلة كبيرة بين السكان صغار الحجم، فقد كانت المدن المجاورة تريد احتلال ليلي بوت. وللقيام بذلك كانوا يستعدون للحرب. فذهب جيليفر إلى الملك وعرض مساعدته. يمكنني مساعدتك إذا أردت جلالة الملك؟ كان الملك سعيدا فقام بشكره أولا، ومن ثم قبل عرضه. في ذلك الوقت كانت سفن البلاد المجاورة قد أنهت استعداداتها، وكانوا ينتظرون الأمر بالهجوم. جعلت تلك الأخبار كل أهل المدينة يشعرون بالقلق، من ناحية أخرى كان ذلك سهلاً جداً على جيليفر، وطلب من الجميع جمع كل ما يمكنهم إحضاره من الأسلاك وإعطاءها له. وقام جيليفر بربط كل ما أتوا به من أسلاك معاً، وصنع قطعة طويلة جداً وقوية من الخيط.
وعندما دخل منتصف الليل حمل جاليفر الخيط الطويل المصنوع من الأسلاك وعبر إلى الجانب الآخر من الشاطئ، وبدون أن يراه أي من الأعداء استطاع أن يصل إلى الميناء على الجانب الآخر، وقام بربط كل السفن ببعضها البعض وقام بسحبها بما فيها من عدد قليل من الجنود إلى شاطئ ليليبوت. كان أهل المدينة الذين ينتظرونه في الميناء سعداء للغاية، لقد قاموا باعتقال جنود الأعداء والآن ليس لديهم سبباً للخوف من أعدائهم. قام الملك بشكر جاليفر وكذلك قام بمكافأته، وكان جاليفر سعيداً للغاية لأنه حظى بثقة الملك. بعد فترة قام حريق بالقلعة، وما إن سمع جاليفر بذلك حتى ذهب فأخذ إحدى السفن من الميناء وملأها بالماء وقام بسدها على القلعة فأخمد الحريق فوراً. كانت علاقة جاليفر والملك تتوطد بشدة، فكان الملك كلما أراد اتخاذ أي قرار يقوم باستشارة جاليفر أولاً، وكان ذلك بالطبع على حساب المستشارين الآخرين للملك، لقد كانوا يحسدون جاليفر. جلالة الملك، لقد سمعنا بعض الإشاعات أن جاليفر يخطط لتقوية مركزه ويستولي على كرسي العرش في ليليبوت. حقا؟ نعم سيدي الملك، نحن جميعا نعلم مدى قوته ولا يمكننا الدفاع عن أنفسنا إذا قرر مهاجمتنا. لا يمكننا أن نعيش في ذلك الخوف، إن العامة قلقون للغاية. كان الملك شديد التأثر بمستشاريه وقد قرر معاقبة جاليفر. اعتباراً لما قدمه من خير من قبل لن أحكم عليه بعقوبة الموت، وإنما سيصبح كفيفاً وسوف يمنع من دخول المدينة وسوف يكون نصيبه من الطعام محدوداً. عندما سمع أحد العمال بالقلعة ممن يحبون جاليفر بقرار الملك ركض متوجهاً إلى جاليفر ليخبره بذلك. سوف أتحدث إلى الملك وأقنعه بتغيير قراره، ولكن القرار كان اتخذ ولم يكن الملك ينوي تغيير رأيه. وأدرك جاليفر أخيراً أن خياره الوحيد هو الرحيل. أثناء الليل وبينما كان يأخذ سفن العدو في الميناء معه، بدأ جاليفر يعبر نحو الجزيرة. ترجل وسبح وفي النهاية وصل إلى الجزيرة التي يسميها الناس الأعداء. وعندما أعاد جاليفر لهم سفنهم، أدركوا جميعاً أنه لم يكن يخفي نوايا سيئة، وقاموا بإرساله مع مرشد ليقابل ملكهم. وأخبره جاليفر بكل ما حدث. أخبره الملك أنه يستطيع الوقوف قدر ما يشاء، وكان جاليفر مندهشاً من سلوك الملك بعد سرقته للسفن لأنه لم يرى مثل ذلك السلوك في ليليبوت. كان جاليفر يبقى بالخارج في الليل لأنه لا يوجد منزل كبير يتسع لحجمه. يعتقد الناس في ليليبوت أن هذه المملكة هي عدوهم، ولكن في الواقع هم أناس طيبون. وذات يوم وبينما كان يتجول وجد قارباً طافياً، وكان ذلك القارب بوضوح هو القارب الذي ركبه بعد غرق سفينته. من الواضح أن قارباً اصطدم بهذه الجزيرة. ذهب جاليفر مباشرة إلى الملك وقام الملك بتدعيمه بكل ما يحتاج من رجال، وبدأوا جميعا بإصلاح القارب، وفي غضون أيام كان القارب جاهزا للإبحار. كان جاليفر سعيدا للغاية لأنه أخيرا سيتمكن من مغادرة مملكة الأشخاص الضئيلة وسيعود لوطنه. قام بشكر الملك وشعبه الذين رحبوا به، ولكن كانت بانتظاره رحلة شاقة على ظهر هذا القارب الصغير في ذلك المحيط الواسع. إن أبسط عاصفة بإمكانها أن تغرق قاربي. وبعد عدة أيام في المحيط مر بسفينة وبدأ ينادي طالبا النجدة. أنتم هناك، أرجوكم ساعدوني. هاي! وأخيراً استطاعوا سماعه. وذهبوا نحو القارب وأخذوا جاليفر على سفينتهم.
وهكذا كان جيليفر بأمان، وكان يشعر بالتردد أن يخبرهم بكل ما حدث. الأشخاص ضئيلة الحجم، مملكة ليليبوت وملكي المملكتين، كان يتساءل من قد يصدقه إذا روى كل ما حدث له. شعر جيليفر بالسعادة البالغة إذ أنه كان عائداً لوطنه وسيرى عائلته، ولكنه أيضاً شعر أن هناك الكثير من المغامرات بانتظاره هناك في ذلك المحيط الواسع. ذات يوم كانت تعيش إحدى العائلات بمكان لا يبعد كثيراً عن مكاننا، وكانت تسمى عائلة دارلينغ. كانت عائلة دارلينغ بها ثلاثة أطفال، جان، مايكل، وويندي. كانت ويندي تخبر أمها باستمرار عن بيتر بان الذي كان دائماً يعزف على آلة الفلوت الموسيقية بغرفتها. كانت أمها دائماً تخبرها أنها تتخيل أشياءً، ولكنها لم تستطع تجاهل رؤية أوراق الأشجار بغرفتها التي كانت دائماً ما تسبب لها بعض الحيرة. وكانت ويندي دائماً ما تخبرها أن تلك الأوراق قد خلفها بيتر بان وراءه. وفي إحدى الليالي، وبينما كان الأب والأم بالخارج، كانوا الأطفال وحدهم بالمنزل وكانوا يشعرون بالنعاس، فذهبوا جميعاً إلى النوم. فدخل بيتر بان بصمت إلى غرفتهم وبدأ يبحث عن أوراق الشجر التي خلفها وراءه. وفي تلك اللحظة استيقظت ويندي. بيتر بان، لقد كنت في انتظارك، لم يصدق أحد أنك حقيقي. أعادت ويندي أوراق الأشجار التي كانت تخبئها من أجل بيتر. كانت حقاً معجبة به. قام الاثنان بخياطة الأوراق مجدداً على ملابسه. ويندي، هل تحبي أن أقص عليك إحدى قصص المغامرات المثيرة؟ أنا لا أريد سماع قصة مغامرة، بل أريد أن أقوم بواحدة يا بيتر بان. في ذات اللحظة دخلت الجنية تينكربل صديقة بيتر بان عبر النافذة. حسناً، بالطبع كنت أعرف أني سأجلك هنا. هل تستعد لمغامرة جديدة بدوني؟ أنت تعرفين أني لا أستطيع القيام بأي شيء من دونك. قامت ويندي بإيقاظ أقرانها، فأخذوا ينظرون إلى بيتر بان وتينكربل بدهشة شديدة. حسناً، هل أنت مستعدة للطيران؟ مثلت تينكربل غبارها المسحور، ثم انطلقوا يسبحون عبر الهواء الرقيق، وقاموا جميعاً بترك المنزل. توجه الأطفال فوراً نحو نيفرلاند. بعد رحلة طويلة وصل الجميع إلى نيفرلاند، وهناك كانت تتواجد حريات البحر، الحيوانات البرية، الهنود الحمر، القراصنة، والأطفال الذين ضلوا طريقهم أيضا. وبين الجميع كان يوجد أخطر واحد منهم ويسمونه القبطان هوك، وكان القبطان هوك هو عدو بيتر بان. كان سبب ذلك أنه أثناء قتالهم قام بيتر بان بقطع ذراع القبطان هوك، وقام أحد التماسيح بأكلها. قام أيضا بابتلاع ساعته مع ذراعه، ولذا فقد كان التمساح دائما ما يصدر أصوات دقات الساعة. ولذا فقد كان القبطان هوك دائما يعرف ما إذا كان التمساح قريبا منه عبر صوت دقات الساعة. بينما كان القبطان هوك يستخدم منظاره المقرب من فوق سطح السفينة، استطاع رؤية بيتر بان مع الأطفال ينظرون له من فوق أحد التلال. فأمر رجاله فوراً بإطلاق المدافع، وكان هروب بيتر بان والأطفال من طلقات المدافع شديد الصعوبة. تينكربيل، اذهبي بالأطفال إلى مكان آمن، وسوف أتعامل أنا مع هوك. كانت تينكربيل تشعر بالغيرة الشديدة من ويندي، لذا فقد أرادت إبعادها عن بيتر بان. باصطناعها بعد الأعذار، قامت تينكربيل بترك ويندي هناك فوق التل، وأخذت جون ومايكل إلى مكان آمن على الشاطئ. استطاع الأطفال الضائعون التي كانت تعيش على الجزيرة رؤية ويندي من بعيد، وكانوا يعتقدون أنها أحد الأعداء، لذا فقد قاموا بجرحها. في نفس الوقت كان بيتر بان يصارع القبطان هوك، ولكن برؤية التمساح استطاع رؤية ذراعه مجدداً، فركض هو بعيداً في فزع.
بينما كان بيتر بان عائدا، استطاع رؤية ويندي تركض على الصخور وهي مصابة، وكان غاضبا للغاية. وكان الأطفال الضائعون في غاية الأسف عندما أدركوا أن الفتاة المصابة هي صديقة بيتر بان. لقد تركت الأطفال في رعايتك. كانت تنكربيل في غاية الندم، فقد أدركت هي أيضا أن ما فعلته كان خاطئا. أنا آسفة يا بيتر، لن يحدث هذا مرة أخرى. قام الأطفال الضائعون بصنع بيت جميل لويندي وأخويها، وفي الليل كان الجميع ينام في المنزل أسفل الشجر يستمعون إلى قصص ويندي، وكان بيتر بان يحرسهم أمام المنزل. وفي أحد الأيام، بينما كان الجميع مستلقين على الصخور، استطاعوا رؤية القراصنة يقتربون، وقد كانت بحوزتهم ابنة زعيم الهنود الحمر كرهينة، فذهب بيتر بان مع الأطفال لإنقاذ ابنة الزعيم، وقامت هناك معركة كبيرة بينهم وبين القراصنة. في النهاية استطاعوا إنقاذ الإبنة وذهبوا بها إلى الزعيم. وبعد ذلك اليوم أصبح الهنود الحمر وبيتر بان والأطفال الضائعون أصدقاء مقربين. في الواقع أمر الزعيم بوضع رجلين من أفضل رجاله تحت إمرة بيتر بان لحماية الأطفال، وقد كان القبطان هوك بالطبع شديد الغضب بشأن ذلك الأمر. يوما ما سوف أبرحك ضربا يا بيتر بان، ولن تستطيع الإفلات مني. ذات ليلة وبينما كانت ويندي تروي قصة عائلتها، أدرك بيتر كم كانت هي وشقيقيها يشتاقون لمنزلهم، لذا فقد أخبرهم أنهم يستطيعون العودة للمنزل إن أرادوا، لكنه كذلك يفضل البقاء. وبينما كانوا جميعهم يحزمون أغراضهم استعدادا للرحلة الطويلة، تمت مهاجمتهم بواسطة القراصنة. استطاع القراصنة الإمساك بالصبية بعد أن نصبوا فخا للهنود الحمر وأسروهم. كان بيتر بان نائما في المنزل لا يدري بكل ما جرى للصبية، وقد رآه القبطان هوك نائما، لكنه لم يستطع فتح باب منزل الشجرة الخاص ببيتر بان. برغم ذلك فقد استطاع صب زجاجة السم التي كان يحملها تحت الباب، متسببا لبيتر بان في نوم عميق لساعات. لقد نام بيتر بان ليوم كامل، وعندما استيقظ دخلت عليه تنكربيل، وبعد أن قصت عليه كل ما حدث خرج بيتر بان مع تنكربيل لإنقاذ الصبية. وعندما وصل إلى الصخرة السعيدة مقر القراصنة، لم يجد أي من القراصنة يحرس المكان. وعندما انتقل للجهة الأخرى من الصخرة كان مذهولين مما رأيا. كانت ويندي مع جون ومايكل وبقية الصبية الضائعين مربوطين إلى الأعمدة، وكان القبطان هوك يحمل مشعلا من النار. فلتنطقوا بكلماتكم الأخيرة. وكذلك بدأت أكبرهم ويندي بالتحدث. أصدقائي الأعزاء، إن كلماتي الأخيرة لكم ستكون كالكلمات التي قد تخبركم بها أمهاتكم الحقيقية. لو كنا هنا لقلنا لكم ألا تخافوا وأن تتحلوا بالشجاعة لمواجهة موتكم. لا تخافوا، فإن الطيبة دائما تفوز في النهاية. غضب القبطان هوك بشدة بسبب كلمات ويندي، لذا فقد أخذها إلى القارب وربطها إلى أحد الأعمدة. وفي تلك اللحظة وصل بيتر بان وتنكربيل لإنقاذ الأطفال. في نفس الوقت حضر الهنود الحمر مع زعيمهم للمساعدة، مما أسعد بيتر بان بشدة، فبسبب مساعدتهم استطاعوا إنقاذ الأطفال. وحان الوقت لإنقاذ ويندي. صعد بيتر بان مع الصبية الضائعين إلى سفينة القبطان هوك، حيث تبقى هناك القليل من القراصنة. وعندما أدركوا أنهم سوف يهزمون قفزوا من السفينة. لا يوجد مكان للاختباء يا هوك، استسلم. بدأ بيتر بان مع الأطفال الضائعين التهجم على القبطان هوك ليجبروه على أن يتراجع للخلف. وفجأة سمع ضوضاء يعرفها، أكثر الأصوات التي كان يخاف منها. عندما نظر القبطان هوك إلى الخلف في فزع، كان يرى التمساح ينتظره حتى يسقط في الماء.
النجدة. في لمح البصر ركض إلى الجانب الآخر من السفينة، قفز وبدأ يسبح بأسرع ما يمكنه. بدأ بيتر بان والأطفال في الضحك. ومنذ تلك اللحظة أصبحت سفينة هوك ملكا للأطفال الضائعين وقائدهم بيتر بان. إن الطاقم مستعد أيها القبطان بيتر لتبحر السفينة. قام الصبية بفك الحبال وانطلقت الأشرع بكل قوتها. طيري بنا يا تينكربيل إلى منزل عائلة دارلينج. كانوا الأطفال سعداء للغاية لسماع ذلك، فقد كانت ويندي، جون ومايكل على وشك العودة لأبويهم الذين كانوا يشتاقون لهما بشدة. عندما نثرت تينكربيل الغبار المسحور، فجأة ارتفعت السفينة في الهواء وبدأت تطير في السماء. كانت ويندي لا تطيق الانتظار لتعود للمنزل وتحكي لأبويها عن بيتر بان، تينكربيل وعن نيفرلاند. ومنذ ذلك اليوم أصبحت نيفرلاند بيتهم الثاني، وأصبح بيتر بان صديقهم المفضل. في يوم مشمس خرجت أليس مع شقيقتها في جولة إلى الحقول. كانت شقيقة أليس تقرأ كتاباً، لذلك شعرت أليس بالملل. وفي اللحظة التي كانت تفكر فيها عما يمكن أن تفعله من أجل المرح، مر أمامها أرنب أبيض. كان الأرنب يحدث نفسه. كانت أليس مذهولة لأنها لم ترى أرنباً يتكلم من قبل. أخرج الأرنب ساعة جيب ثم: يا إلهي، سأتأخر للغاية. تكلم في عجلة. كانت أليس متأثرة بما رأت، لذلك بفضول لمعرفة ما يحدث ذهبت خلف الأرنب. عبر الأرنب من جحر في جذع الشجرة، فتبعته أليس عبر نفس الجحر. وفجأة وجدت نفسها تسقط داخل بئر. كان البئر عميقا جدا، وظلت أليس تسقط ببطء. أثناء السقوط رأت الفتاة الصغيرة صورا، خزانات ملابس صغيرة وأرفف. شعرت أليس أنها تسافر عبر العالم، وأخيراً سقطت على سطح ناعم. وجدت أليس أمامها ممراً طويلاً، فنهضت وبدأت تمشي. وبدأت ترى العديد من الأبواب المغلقة على جوانب الممر، والأرنب قد اختفى. خافت أليس ألا تستطيع الخروج من هناك. في هذه اللحظة رأت مفتاحاً ذهبياً صغيراً على منضدة ذات ثلاثة أرجل بجانبها. أخذت المفتاح وحاولت فتح جميع الأبواب المغلقة، لكن المفتاح كان صغيراً جداً بالنسبة للأبواب. كانت تنظر أليس حولها بحزن عندما أدركت وجود باب آخر صغير خلف الستائر. عندما وضعت المفتاح بالقفل انفتح الباب مباشرةً. كانت أليس سعيدة جداً عندما انفتح الباب. خلف الباب كانت هناك حديقة جميلة جداً، ولكن لأن حجمها لم يتناسب مع فتحة الباب لم تستطع أليس الخروج. عندما عادت إلى الطاولة بالداخل لاحظت وجود قنينة كتب عليها: اشربني. أخذت أليس القنينة وبدأت تشرب، وعندما انتهت من الشرب بدأ حجمها في الانكماش. عندما أصبح حجمها صغير كفاية فكرت أنها تستطيع المرور من الباب، ولكن عندما عادت لالتقاط المفتاح أدركت أنها أصبحت صغيرة جدا على الوصول للطاولة، فبدأت في البكاء. في هذه اللحظة رأت قالبا من الحلوى على الأرض. كان مكتوبا على هذا القالب من الحلوى: فلتأكليني. قامت أليس بأخذ قطعة من قالب الحلوى بفضول. في تلك اللحظة بدأ حجمها يزيد مرة أخرى. الآن تستطيع التقاط المفتاح، ولكنها أصبحت كبيرة على الخروج من الباب مرة أخرى. كانت أليس مرهقة للغاية وبلا أمل، بدأت في البكاء مرة أخرى. بدأت الدموع المنهمرة من عينيها في تكوين بركة كبيرة وصلت إلى نهاية الممر. فجأة مر الأرنب الأبيض مسرعاً من أمامها. نادت أليس عليه: سيدي سيدي، من فضلك انتظر دقيقة، ساعدني.
رحل الأرنب سريعا بدون أن يلتفت إلى أليس، ولكن أثناء ركضه أوقع قفازاته ومروحة يده. التقطت أليس أشياءه من على الأرض، وما إن بدأت في تحريك المروحة حتى بدأ حجمها في الانكماش مرة أخرى. في هذه اللحظة انزلقت وسقطت في البركة. بدأت أليس مع الكثير من الحيوانات المختلفة السابحة في المياه في الانحراف نحو الشاطئ. وعندما وصلوا هناك كانوا كلهم مبتلين، ورأت أليس الأرنب مرة أخرى. هذه المرة ظن الأرنب أنها الخادمة الخاصة به، وطلب منها أن تحضر له قفازاته ومروحة يده من منزله. ذهبت أليس إلى منزل الأرنب في الغابة، وعندما دخلت رأت على الفور قفازاته ومروحة يده، ولكنها رأت أيضا قنينة أخرى على المنضدة. وصلت إلى القنينة وفكرت، لو أني شربت هذا ربما أعود ثانية إلى حجم الطبيعي. ثم أخذت القنينة وشربت كل ما فيها. بدلا من ذلك أصبحت ضخمة للغاية حتى أنها لم تستطع الحركة داخل المنزل. ماذا سأفعل الآن؟ كيف سأخرج من هنا؟ في ذات الوقت كان الأرنب ينتظر أليس بفارغ الصبر، وبخوف من أليس بدأت الحيوانات بإلقاء الصخور نحو المنزل متسببة بكسر النوافذ. ثم بدأت الصخور المترامية بجوار أليس في التحول إلى كعكات صغيرة. عندما بدأت أليس في التهام تلك الكعكات بدأ حجمها في الانكماش مرة أخرى، واستطاعت الخروج من المنزل، ولكن هذه المرة أصبح حجمها صغير للغاية. لقد أصبحت أليس المسكينة صغيرة جدا حتى أنها ضلت طريقها بين الشجيرات الصغيرة في الغابة. بدأت تفكر فيما يمكن أن تفعله حتى تعود لحجمها الطبيعي. في هذه اللحظة رأت جروا صغيرا على بعد منها. عندما نادته حتى تلاعبه أدركت كم كان حجمها صغيرا بالنسبة للجرو، حتى أنه أوشك على دهسها بقوائمه. وبينما كانت تركض تعثرت ببعض الفطر. كانت هناك يرقة زرقاء فوق الفطر، فسألتها أليس عما يمكن فعله حتى تعود مرة أخرى لحجمها الطبيعي. أجابت اليرقة بحكمة، أحد جوانب هذا الفطر التي أقف عليه سيجعلك أكبر، أما الآخر فسيجعلك تنكمشين. تناولت أليس قطعة صغيرة من أحد جوانب الفطر ووضعتها في فمها. في هذه اللحظة أصبح حجمها كبيراً جداً حتى أنها لم تستطع رؤية قدميها. وحتى تنكمش مرة أخرى لحجمها الطبيعي تناولت قطعة من الجانب الآخر للفطر. بتناول كميات مختلفة من جانبي الفطر استطاعت أليس أن تعود لحجمها الطبيعي. ثم أخذت قطعتين من الجانبين واحتفظت بهما في يديها. بينما كانت تمشي مرت بأحد البيوت الصغيرة، ولكن حتى يتسنى لها الدخول كان لابد أن ينكمش حجمها مرة أخرى. بعد أكل بعض من الفطر بدأ حجمها في الانكماش مرة أخرى. وعندما دخلت أليس المنزل وجدت نفسها في مطبخ. تماماً في منتصف ذلك المطبخ كانت هناك تلك الدوقة تحمل طفلة رضيعة على يديها، وعلى الأرض كان ذلك القط السمين ينظر إلى أليس ويبتسم. كانت هذه المرة الأولى التي ترى فيها قطاً يبتسم، لذلك سألت بفضول، لماذا يبتسم القط هكذا؟ لأنه قط بلدة شيشاير، قالت الدوقة. في نفس الوقت اختفى القط وبدأ الطفل الذي تحمله الدوقة في البكاء. قامت الدوقة بتمرير الرضيعة إلى أليس. فلتقومي بحمل الطفلة وملاعبتها حتى تتوقف عن البكاء، أما أنا فسأذهب لألعب كريكت مع الملكة. أخذت أليس الطفلة وبدأت تهزها كي تتوقف عن البكاء، وفجأة ظهر قط شيشاير مرة أخرى وكان ما يزال مبتسما وبدأ يتحدث إلى أليس. يجب أن تجدي صاحب القبعات المجنون وأرنب مارس، لكن احذري فكلاهما مجنون. اختفى قط شيشاير مباشرة بعد هذا الحديث. فصاحت أليس فيه بحدة، توقف عن الاختفاء والظهور مرة أخرى، أنت تفزعني. ظهر قط شيشاير مبتسما مرة أخرى. حسنا، إذن سأختفي ببطء.
بدءاً بذيله أخذ قط شيشاير في الاختفاء مجدداً، وتبقى وجهه فقط. خرجت أليس من المنزل، وخلال وقت قصير عثرت على منزل أرنب مارس. كان أرنب مارس يحتسي الشاي مع صاحب القبعات المجنون تحت شجرة، وكان يضع القش بين أذنيه. لم تستطع أليس معرفة سبب وضعه القش بين أذنيه، وكان صاحب القبعات المجنون يضع قبعة على رأسه، أما الفأر فكان نائماً بينهما وقد أراح رأسه على المنضدة. وكان الاثنان واضعين ذراعيهما على الفأر مستخدمينه كوسادة. عند رؤية أليس قادمة اعترض على وجودها قائلين أنه لا يوجد مكان متاح لها. لا، أنا أرى أن المكان واسع، قالت أليس. فسألها صاحب القبعات المجنون، لماذا برأيك يتشابه الغراب والطاولة؟ لماذا برأيك؟ لا أعرف. شعرت أليس بالملل من مزحات صاحب القبعات وأرنب مارس الحمقاء الوقحة. قالت كانت هذه أغبى مقابلة حضرتها في حياتي، ورحلت. ثم لاحظت أليس وجود باب في جذع الشجرة، وعندما دخلت وجدت مفتاحاً ذهبياً. كان المفتاح الذهبي يفتح الباب الآخر ويقود لحديقة جميلة. دخلت أليس الحديقة وهي مندهشة للغاية. كان البستانيون الذين يعملون لدى ملكة القلب الأحمر يقومون بطلاء كل الزهور البيضاء باللون الأحمر، وكان الجميع يشبه أوراق اللعب. لذا سألت أليس، أنا أتساءل لماذا تقومون بطلاء كل الزهور البيضاء باللون الأحمر؟ فأجابها البستاني، لقد أرادت الملكة زهورا حمراء، ولكننا قد زرعنا زهورا بيضاء بالخطأ. لو علمت الملكة بما فعلنا فستقطع رؤوسنا جميعا. في هذه اللحظة جاءت ملكة القلب الأحمر إلى الحديقة، وكان جميع الحراس بجانبها يشبهون أوراق اللعب. قامت ملكة القلب الأحمر بدعوة الفتاة الغريبة التي رأتها للمرة الأولى للعب الكريكت. لم ترى أليس ملعباً للكريكت مثل هذا من قبل. كانت القنافذ تستخدم ككرات للعب والبجعات كمضارب. وفي أثناء المباراة بدأ اللاعبون في الشجار وقذف بعضهم البعض بالقنافذ. كانت الملكة غاضبة جداً مما يحدث، وفجأة نقرت الأرض بقدمها وصاحت بغضب، اقطعوا رؤوس كل اللاعبين المشاركين في الشجار. كانت ملكة القلب الأحمر غاضبة جدا حتى أنها ألغت حفلة الكريكت. وفجأة ارتفع صوت مدوي، لقد بدأت المحاكمة. بدأ الجميع يركض نحو المحكمة. كانت هناك محاكمة تنتظر الانعقاد لشاب القلب الأحمر الذي سرق ادعاء إحدى الفطائر من مطبخ الملكة. لم تستطع الملكة القبض على الشاب أثناء الحادثة، وبالتالي لم تستطع عقابه. كان شاب القلب الأحمر محجوزاً في سجنه أثناء المحاكمة، وبدأ الأرنب الأبيض في قراءة ما يحمله من ورق. في يوم صيفي جميل قامت ملكتنا ملكة القلب الأحمر بخبز الفطائر اللذيذة، وسرقها شاب القلب الأحمر. صاح الملك من مقعده، استدعي الشاهد الأول. كان الشاهد الأول هو صاحب القبعات المجنون. عندما بدأ بالكلام على منصة الشهود أمام الملك بدأ حجم أليس يزداد. عندها أعلن الأرنب الأبيض أن الوقت قد حان كي تعتلي أليس منصة الشهود. عند سماع اسمها هبت أليس واقفة ناسية ازدياد حجمها، وعندما اشتبك رداؤها في منصة المحكمة قلبت المنصة رأساً على عقب، جعل كل أعضاء المحكمة يسقطون على الأرض. طلبت الملكة من أليس أن تقول كل ما تعرفه. أنا لا أعرف أي شيء، أجابت أليس. صاحت الملكة بغضب، لا تعرفي؟ اقطعوا رأسها أيضا. أجابت أليس بشجاعة، أنا لا تعنيني أوامرك، أنت لست ملكتي ولا تستطيعين فعل أي شيء لي. بمجرد نطقها بتلك الكلمات بدأ الملك والملكة وكل أوراق اللعب بالتحليق نحو أليس. حاولت أليس الإمساك بهم وهي تصرخ، فتحولت كل هذه الفوضى إلى دوامة كبيرة حول أليس تمتصها للداخل وتحلق بها. وأخيراً مع تحليق أوراق الشجر حولها من كل النواحي وجدت نفسها مرة أخرى في الحقل.
نادت عليها شقيقتها: أليس هيا استيقظي. عندما استيقظت أليس أدركت أن هذا كله كان مجرد حلم. يا إلهي، لقد كان هذا كله حلم، ويا له من حلم مدهش. أختاه، دعيني أحكي لك عن حلمي. أتدري؟ لقد كان الأرنب أبيض وكان. ذات يوم كانت تعيش فتاة صغيرة تسمى دوروثي. كانت دوروثي تعيش في منزل المزرعة مع عمتها إم وعمها هنري. في ذلك اليوم لم ترد دوروثي الخروج للعب مع كلبها، إذ أنها كانت تشعر أن مكروها ما سيحدث. هناك عاصفة قادمة ناحيتنا، يجب علينا الاختباء في القبو. وكذلك صاحت العمة إم: تعالي إلى هنا في الحال يا دوروثي. تعال هنا يا توتو، يجب علينا النزول إلى القبو. اضطرت دوروثي إلى النزول تحت سريرها لتحضر الكلب. في ذات اللحظة بدأ منزل المزرعة في الاهتزاز بعنف، ثم بدأ منزل المزرعة في الدوران حول نفسه. حاولت الفتاة الصغيرة التمسك بشيء ما، في نفس الوقت كانت تحاول الإمساك بكلبها. كادت الفتاة أن تقذف خارج الباب عندما استطاعت بصعوبة اللحاق بكلبها. لم تستطع رؤية أي شيء، فقط السماء والسحب. عندئذ عرفت أنها تطير في السماء. كان المنزل وكذلك رأسها يدوران بسرعة، حتى أنها شعرت بالنعاس وشعرت بالخدر بسبب ما يحدث حولها، لذا فقد راحت في سبات عميق. استيقظت دوروثي مع اصطدام كبير، فقد طار السرير إلى أعلى حتى أنه جعل الفتاة تقع على الأرض. ثم انتبهت إلى أن منزل المزرعة قد توقف عن الدوران. كانت الشمس مشرقة من خلال النافذة، مما جعلها تنتبه إلى أنها على الأرض. ركضت الفتاة إلى الخارج، لم تكن تصدق هذا المشهد وقد فغرت فاها. كانت هناك حقول للأزهار على مد البصر. ثم فجأة رأت دوروثي رجالاً قصاراً يركضون نحوها. كانوا يرتدون قبعات مخروطية الشكل، وكانت الأجراس بقمة قبعاتهم تدوي. كذلك كان زيهم أزرق اللون، وكانوا كلهم ذوي لحى طويلة جداً. عندما اقترب الرجال إلى جانب دوروثي، ظهرت سيدة قصيرة ذات رداء أبيض. أيتها الساحرة العظمى، مرحباً، أنا ساحرة الشمال طيبة القلب، وهؤلاء هم أصدقائي الأقزام. أريد أن أشكرك على إنقاذك لنا بتخلصك من ساحرة الشرق الشريرة. أشكرك، ولكن يبدو أنك قد خلطت بيني وبين أحد آخر. أشارت ساحرة الشمال الطيبة نحو قبعة فوق منزل المزرعة. على الأرض كان هناك زوج من الأرجل ذات الحذاء الفضي، فأدركت دوروثي أن منزل المزرعة قد هبط فوق الساحرة الشريرة. أنا لم أقصد فعل ذلك، هذا صدقا لم يكن خطأي. ماذا سأفعل الآن؟ الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو أن تقبلي الحذاء الفضي السحري الخاص بالساحرة الشريرة كهدية. نزعت دوروثي حذائها القديم وارتدت الحذاء الجديد. هل ستساعديني في العودة لمنزلي؟ هناك شخصا واحدا يستطيع مساعدتك، هذا الشخص هو ساحر أوز. باتباعك الطريق الحجري الأصفر ستصلين إلى مدينة الزمرد، وهناك يجب أن تحصلي على إذن للصعود ومقابلة ساحر أوز. اختفت الساحرة الطيبة مباشرة بعد انتهاء حديثها مع دوروثي، وقامت الأقزام بتوصيل دوروثي في طريقهم. وبعد مدة كانت الفتاة تحتاج للراحة وكذلك كلبها، لذا فقد توقفوا عند حقل للذرة. وفي منتصف الحقل لاحظت دوروثي وجود فزاعة الحقل. بفضول شديد اقتربت بجانبه. مرحبا، من أنت؟ كانت دوروثي مصدومة في البداية، ولكنها بدأت تشرح كل ما حدث. أنا لا أدري أي شيء، إن رأسي مليئة بالقش. إنني أتساءل إن كان بإمكاني الذهاب معك إلى مدينة الزمرد. هل تعتقدين أن بإمكاني ساحر أوز أن يمنحني عقلا؟ أنزلت دوروثي فزاعة الحقل من فوق إطاره، ومعا أخذا يمشيان على الطريق الحجري الأصفر. وبعد عدة ساعات، وحينما كان يعبران الغابة وبين الأشجار، رأيا شيئا لامعا.
وبمجرد وصولهما بجانبه أدرك أنه كان رجلاً مصنوعاً من مادة الصفيح، وكان رجل الصفيح يقف ثابتاً. أرجوكم ساعدوني، لقد أصابني الصدأ ولم أقم بأي حركة بسيطة منذ مدة طويلة جداً. كيف يمكننا مساعدتك؟ هناك تجدون الكوخ الخاص بي، من فضلكم اذهبوا إلى هناك وأحضروا زيت صفيح خاصتي ووضعوها على مفاصلي. فعلت دورثي بالضبط ما طلبه رجل الصفيح منها، فقد قامت بصب الزيت فوق كل مفاصله، وهكذا بدأ يتحرك مجددا. أشكرك بشدة، والآن ماذا تفعلون هنا يا شباب؟ بدأت دورثي في شرح كل ما حدث مرة أخرى. هل تعتقدين أن بإمكانه أن يمنحني قلبا؟ وكذلك رافقهم رجل الصفيح، وبدأت الغابة تظلم، وفجأة سمعوا زئيرا مرعبا، ثم قفز أمامهم أسد ضخم. ولكن عندما بدأ توتو في النباح، تراجع الأسد خطوة إلى الوراء في خوف وبدأ يرتجف. كيف يعقل أن يخاف أسد ضخم مثلك من كلب صغير؟ أعرف ذلك أنا جبان، أقل قدر من الضوضاء كفيل بإرعابي. تمهل، لا تبكي، أتعلم؟ نحن نبحث عن ساحر أوز، سوف نطلب منه أشياء لنا، ربما يمكنه أن يمنحك بعض الشجاعة. مسح الأسد دموعه، وبسعادة شديدة وافق على الذهاب معهم إلى مدينة الزمرد، وأخذ الجميع يمشون لبعض الوقت، ولفت فزاع الحقل انتباههم إلى أن السماء تلمع باللون الأخضر، أي أن مدينة الزمرد ليست بعيدة الآن. وبعد قرابة ساعتين من المشي وصلوا إلى بوابات مدينة الزمرد. لقد أتينا لرؤية ساحر أوز. لدخول القلعة توجب عليهم جميعا ارتداء نظارات عملاقة، حيث أنهم معرضون للعمى إذا نظروا إلى أضواء مدينة الزمرد الخضراء اللامعة. كانت المنازل والشوارع وحتى ملابس الناس كلها خضراء في مدينة الزمرد، كان كل شيء يتلألأ. أخيرا وصلوا إلى القلعة لرؤية ساحر أوز. كانت دورثي أول الداخلين. دخلت الفتاة وهي مترددة، ورأت رأسا كبيرة تتأرجح من السقف فوق العرش. أنا ساحر أوز العظيم والمخيف، فمن أنت؟ ولماذا تريدين رؤيتي؟ وأين وجدت ذلك الحذاء الفضي؟ أنا دورثي، وقد أتيت أطلب مساعدتك. أخبرت دورثي ساحر أوز العظيم بكل ما حدث، فأخبرها ساحر أوز أنه سيساعدها، ولكن في المقابل يجب عليها التخلص من ساحرة الغرب الشريرة. عادت دورثي إلى أصدقائها تبكي بإحباط شديد، وأخبرتهم بما طلبه ساحر أوز منها، فقرر الجميع البحث عن الساحرة الشريرة والتخلص منها. وفي الصباح التالي تركوا مدينة الزمرد وبدأوا رحلتهم نحو قلعة ساحرة الغرب الشريرة. كانت ساحرة الغرب الشريرة ذات عين واحدة، ولكنها كانت تستطيع الرؤية لمدى حقا بعيد. لذا عندما رأت دورثي وأصدقائها يقتربون من قلعتها، قامت باستحضار النحل العملاق الخاص بها. اقرصوا أولئك الدخلاء. رأت دورثي مع أصدقائها النحل العملاق يطير باتجاههم، ولم يجدوا الوقت الكافي للهروب. يا فزاعة الحقل، قم بتغطية دورثي وتوتو والأسد بالقش الذي في جسدك حتى لا يستطيع النحل أن يلدغهم. عندما قام فزاعة الحقل بتغطية الآخرين بالقش، حاول النحل أن يقوم بقرص رجل الصفيح، ولكن بالطبع فقد النحل أذنابه وتساقط واحدة تلو الأخرى على الأرض. هذه المرة أرسلت الساحرة القرود الطائرة كي تهاجم دورثي وأصدقائها، وهكذا قامت القرود بمهاجمتهم. أحدهم قام بالإمساك بفزاعة الحقل وألقى به فوق أحد الأشجار، وآخر أمسك برجل الصفيح وألقى به فوق أحد التلال، وكذلك قاموا بتقييد الأسد ليذهبوا به للساحرة.
بعد ذلك توجهت جميع قرود الطائرة نحو دوروثي، ولكن بمجرد رؤيتهم للحذاء الفضي بقدميها لم يقوموا بإيذائها، فقد قاموا باقتيادها إلى القلعة. عندما رأت ساحرة الغرب الشريرة الحذاء الفضي بقدمي دوروثي شعرت برعب شديد، ولكنها أيضا أدركت أن دوروثي لا تدرك قوة الحذاء الذي ترتديه. أعطيني ذلك الحذاء. لا، لن أفعل. قلت لك أعطيني إياه. قامت الساحرة بالتقدم نحو دوروثي. آه، كيف عرفت أن الماء وحده قادر على تدميري؟ أنا أسفة جدا. بينما كانت تصرخ كانت الساحرة تذوب، وقد تبقت ملابسها فقط على الأرض. فقامت دوروثي أولا بإنقاذ الأسد من قفصه، ثم وجد معا فزاعة الحقل ورجل الصفيح. عادوا جميعا إلى مدينة الزمرد وأخبروهم هناك أنهم قد تخلصوا من ساحرة الغرب الشريرة وأنهم يريدون رؤية ساحر أوز. قام ساحر أوز العظيم بالترحيب بهم جميعا هذه المرة. عندما دخلوا إلى غرفة العرش سمعوا صوتا عاليا يصم الآذان. أنا ساحر أوز العظيم، لماذا تبحثون عني؟ أصيب توتو بالفزع فركض فوق الستار الفاصل الكبير في الركن. خلف الستار ظهر رجل عجوز صغير الحجم وأصلع، كان يحمل في يده شيئا يبدو كبوق. ومن تكون أنت؟ أنا ساحر أوز العظيم. أنت ساحر أوز؟ كيف يمكن ذلك؟ قرر الرجل العجوز أن يحكي قصته. في الحقيقة كان الرجل يعمل بالسيرك، كان يقوم بعمل العروض بالبالون الطائر. وفي أحد الأيام هبت رياح شديدة وقذفت به نحو القلعة، وتصور سكان مدينة الزمرد أنه ساحر أتى من السماء وطلبوا منه أن يحكم المدينة، فوافق على ذلك. ماذا عن كل وعودك؟ أخبر الساحر رجل الصفيح أنه يستطيع إعطائه قلبا في الحال، فذهب إلى الخلف وأحضر دمية على شكل قلب من داخل الصندوق. شعر رجل الصفيح براحة شديدة، ثم التفت إلى فزاعة الحقل وفتح الغرز بداخل رأسه ووضع حفنة من الحبوب، ثم قام بخياطة رأسه مرة أخرى. ثم أتى دور الأسد الخائف، فقام بصب بعض الترياق من زجاجة ذهبية بداخل طبق، وطلب من الأسد أن يشرب ترياق الشجاعة، فشربه الأسد. فجأة تخلى عن نظرته الخائفة الضعيفة وزأر كما يجب عليه كأسد قوي كبير. ابتسم لهم ساحر أوز، فهو في الواقع لم يعطهم شيئاً، فكل ما طلبوه منه كانوا يمتلكوه بالفعل بداخلهم، ولكنهم فقط لم يعرفوا كيف يستغلوا ذلك. والآن حان دورك يا دوروثي، أنت في الواقع تمتلكين كل ما تمنيتيه معك طوال الوقت، فإنك إن نقرت حذاءك الفضي ببعضه 3 مرات فسوف تذهبين إلى أي مكان تريدينه. إذن فأنا بإمكاني الذهاب لمنزلي وقتما شئت؟ نعم، ولكن هكذا سأظل أنا محبوس بذلك الحقل للأبد، وأنا سوف أصاب بالصدأ وحدي، وأنا لن أصبح أسدا شجاعا أبدا. قامت دوروثي باحتضان أصدقائها بشدة وقامت بتوديعهم جميعا، ثم حملت توتو ونقرت حذائها 3 مرات. قالت أنها تريد الذهاب لمنزلها بجوار عمها وعمتها. بعد وهلة وجدت نفسها تجلس في الحديقة، نظرت حولها بحماس فوجدت عمها وعمتها يركضون نحوها، فضحكت بسعادة. توتو انظر، نحن بالمنزل. ذات يوم كانت هناك أرملة فقيرة تعيش مع ابنها. لم يكن ابنها يعمل بسبب كسله الشديد،
وكان ذلك السبب أنهم لم يمتلكوا أي أموال. أمي، هل يوجد شيء يصلح للأكل؟ أنا جائع. مع مرور الأيام كانوا يزدادوا فقراً، حتى وصلوا لدرجة بيع بقرتهم بيضاء اللبن لأنهم أصبحوا لا يستطيعون إطعامها. طلبت الأم من جاك أن يذهب بالبقرة إلى السوق ويقوم ببيعها بأفضل سعر ممكن، فلربما يستطيعون شراء بعض الطعام لهم. في طريقه للسوق مر جاك برجل مسن وشكله مريب. نظر الرجل إلى البقرة ثم التفت إلى جاك وقال له: يا ولدي، إذا أعطيتني هذه البقرة فسوف أعطيك أشياء قيمة جدا في المقابل. شعر جاك بالسعادة البالغة لما يسمعه، فأخرج الرجل المسن 5 حبات فاصوليا من جيبه. حبوب فاصوليا؟ ولكنها حبوب مسحورة. بالطبع لم يصدقه جاك في البداية، ولكن الرجل المسن كان مصرا. اسمع أيها الشاب، أنت تبدو ولدا طيبا ومبشرا، خذ تلك الحبوب المسحورة ولن تندم على ذلك، صدقني. صدق جاك الرجل المسن وأعطاه بيضاء اللبن في مقابل الحبوب المسحورة. وركض جاك عائدا للمنزل وهو سعيد بتلك المقايضة. أمي، انظري على ما حصل. عندما رأت الأم جاك يركض نحوها متحمسا فكرت أنه قد باع البقرة مقابل الكثير من المال، ولكن عندما أظهر جاك لها الحبوب المسحورة كانت والدته غاضبة للغاية، وأخذت الحبوب وألقت بها في الحديقة وأعادت جاك إلى غرفته. أنت معاقب بالحبس في غرفتك، لن أسمح لك بالخروج، وليس لك عشاء لهذه الليلة. في الصباح نظر جاك خارج النافذة ولم يستطع تصديق عينيه، فمن خلال نافذة غرفته استطاع أن يرى ساقا لنبات تنمو بسرعة شديدة. لم تكن تلك شجرة أو زهرة عملاقة، وإنما كانت ساق فاصوليا عملاقة. قفز جاك نحو ساق الفاصوليا العملاقة من خلال نافذة غرفته، وباستخدام الأوراق والعروش الملتوية كدرجات السلم بدأ في تسلق ساق الفاصوليا. بعد وهلة وجد نفسه في مكان غريب، حيث كان كل شيء أكبر من المعتاد. استطاع جاك رؤية طريقا مليئا بالأزهار ومنزل ضخم في نهايته. تقدم جاك نحو المنزل وطرق على الباب. فأجابته سيدة عملاقة. حسنا، لقد كنت على وشك أن أسألك إذا كان لديك شيء يصلح للأكل. نعم لدي، ولكن يجب عليك الرحيل قبل أن يعود زوجي، لأنه يحب مذاق الأطفال ويشرع في أكلهم. كان جاك بالطبع يشعر ببعض الخوف، ولكنه أيضا كان جائع للغاية، وبمجرد أن جلس للطاولة لتناول قطع الطعام وإذا به يسمع أحدهم يتحدث بالخارج بصوت عميق. في في فو فوز، أشم رائحة طفل بأنفي، نيء أو مطبوخ لا يهمني، فأي قدر منهم لا يكفيني. نادت المرأة على جاك. فلتختبئ في هذا الفرن الآن يا صغيري. اختبأ جاك في الفرن على الفور. دخل العملاق إلى المطبخ وبدأ يتشمم الأشياء من حوله. أنا أشم رائحة أطفال. عما تتحدث يا عزيزي؟ على الأحرى أن تشم رائحة الطعام الذي أعطيته للقطة بالأمس. عندما انتهى من عشائه بدأ العملاق يحصي الذهب الذي يمتلكه. بعد وهلة قصيرة كان يشعر بالتعب بسبب إحصاء الذهب، فراح في النعاس.
فخرج جاك من الفرن وأخذ حقيبة من الذهب وألقى بالحقيبة مباشرة تحت ساق الفاصوليا المسحورة. ثم أخذ يهبط إلى الأسفل متمسكا بساق الفاصوليا، فوجد حقيبة الذهب التي ألقاها وركض عائدا إلى المنزل. عندما رأت والدة جاك الذهب كانت سعيدة للغاية، ومنذ ذلك اليوم لم يعودوا مجددا للفقر أو الجوع. ولكن بعد مرور بعض الشهور كان كل ما لديهم من ذهب قد نفد. لم يكن لدى جاك خيارا آخر سوى أنه قام بتسلق ساق الفاصوليا واتجه لمنزل العمالقة. كانت زوجة العملاق متشككة قليلا بشأنه هذه المرة. عندما أتيت في المرة السابقة فقدنا حقيبة من الذهب. بالرغم من ذلك ظلت تشفق على الولد الصغير ودعته للدخول. بعد وهلة عاد العملاق إلى المنزل. في في فو فوز، أشم رائحة طفل بأنفي، نيء أو مطبوخ لا يهمني، فأي قدر منهم لا يكفيني. لم يكد جاك يسمع أغنية العملاق حتى قفز مرة أخرى داخل الفرن. بعد أن انتهى العملاق من تناول عشائه طلب العملاق من زوجته أن تحضر دجاجته. عندما أحضرت زوجته الدجاجة أمر العملاق الدجاجة بأن تبيض بيضة. تاركة جاك في دهشة شديدة قامت الدجاجة بوضع بيضة ذهبية. وعندما ذهب العملاق إلى غرفته ليستريح خرج جاك من الفرن وأخذ الدجاجة ثم أسرع هابطا ساق الفاصوليا. بفضل البيض الذهبي عاد جاك وأمه أغنياء مجددا. ولكن بعد مرور بعض الوقت قرر جاك أن يجرب حظه مجددا وبدأ يتسلق ساق الفاصوليا المسحورة. هذه المرة دخل إلى المنزل دون أن تراه الزوجة واختبأ في قدر النحاسي. مر بعض الوقت ثم عاد العملاق للمنزل. في في فو فوز، أشم رائحة طفل بأنفي، نيء أو مطبوخ لا يهمني، فأي قدر منهم لا يكفيني. في هذه المرة قررت زوجة العملاق أنها تريد لجاك أن يتم الإمساك به. هل يوجد طفل هنا؟ إذا كان فإنه ولابد موجود في الفرن. بالطبع كان جاك مختبئا في مكان مختلف تلك المرة. كان العملاق وزوجته في تصميم على إيجاد الصبي، ولكن برغم بحثهم عنه في كل مكان في المنزل لم يستطيعوا إيجاده. بعد تناوله العشاء وضع العملاق قيثارة ذهبية على الطاولة ثم أصدر الأمر اعزفي. مع هويد القيثارة راح العملاق في سبات عميق. في هذه اللحظة عرف جاك أنه يريد هذه القيثارة أكثر من أي شيء آخر في العالم. وليقوم بذلك قام بتسلق ركبة العملاق النائم وقفز فوق الطاولة ثم نحو القيثارة. ولكن حدث شيئا غير متوقع بالمرة. النجدة! النجدة! صرخت القيثارة. وقفز جاك هابطا من فوق الطاولة حاملا القيثارة على ظهره، فاستيقظ العملاق وبدأ يلاحقه. بدأ جاك ينزلق هابطا ساق الفاصوليا بأسرع ما يمكنه وتبعه العملاق. عندما وصل منزله نادى جاك على أمه. أمي بسرعة أعطيني فأسا. قام الاثنان بالبدء في قطع ساق الفاصوليا. ثم أخيرا سقطت ساق الفاصوليا ومعها طبعا العملاق على الأرض محدثين ضوضاء شديدة. لقد أصبحوا في أمان من العملاق. يا إلهي نحن بأمان. كانوا في أمان تام، ولكن جاك كان نادما على كل ما فعله. لقد أوشك على خسارة حياته بسبب جشعه،
وعد جاك أمه أنه لن يقوم أبداً بالسرقة من أي أحد مرة أخرى، وأنه من الآن فصاعداً سوف يعمل باجتهاد شديد. ومنذ ذلك اليوم لم يعد جاك ولا أمه للفقر مجدداً. نعم، كانت لديهم دجاجة تبيض ذهباً لمساعدتهم، ولكن جاك لم يتوقف عن العمل مجدداً أبداً.